وأمر كما الذين مروا من هنا في هذه البقعة حيث تتلاقى الجهات وتتقارب الأزمنة. أقتفي أثر الشخوص، أناظر الأمكنة وأستعيد بعض ذاكرتها، أجدد الحنين إلى تلك الأيام التي طافت قبلي هذا المكان، وإلى صورة المتدلية من هذة الشهباء. أيتها الشامخة في ذرى المجد، هذا أنا أواصل اقتفاء الأثر وأطوف ذاكرة الأيام، أفتش عن الذين رحلوا، أبحث عن ذاكرتهم، يكفيني منها الفتات كيما أهمس ببعض مما علق من صدى الأمس قبل أن تأذن ساعات الرحيل.